بسم الله الرحمن الرحيم. طالبتي المجدة، كم سيؤلمني فراقك. بفضل الله التقيت بك وحرصت على تعليمك، وها نحن قضينا معا أجمل اللحظات وسعدت بوجودك. ها نحن في نهاية المشوار في أيامنا الأخيرة، فقبل أن أودعك أود أن أشكرك على حرصك الوافي في تفانيك في العلم ومشاركتك المستمرة وتفوقك الدائم، وفي المقدمة نبل أخلاقك التي رسمت في ذاكرتي. أتمنى أن أكون أعطيتك كل ما تحتاجينه، معرفته في توصيل المعلومات إلى ذهنك. وأخيرا لك كل الشكر والتقدير ولأهلك على كل ما أنجزتيه من تفوق خلال هذه الفترة، وأتمنى من الله العلي القدير أن يجمعني بك مرة أخرى. معلمتكم فاطمة أبو شرارة، استودعتكم الله. من علو لعلو الارتقاء، أين أصحاب قلوب الأتقياء؟ في صعود للمعالم الهمم قد وصلنا للتميز انبياء. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل، سلم الأحلام فيها اكتمال. من رقي لرقي للضياء، نحو أعلام ترف في السماء، نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء. من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز. علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء، في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انبياء. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل، سلم الأحلام فيها اكتمال. من رقي لرقي للضياء، نحو أعلام ترف في السماء، نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء. من علو لعلو الارتقاء، بين أصحاب قلوب الأتقياء، في